السلام عليكم مازدول فلاون. بعد الانجاز التاريخي اللي داروا المغرب لوصوله لنصف النهائي مع راس لافوكا، العالم كله هنا المغرب، التلفازات كلها تتهضر على هذا الموضوع، لان بتسفغيس معجزه، ولكن ان شاء الله المعجزه غتكون هي الفينال ان شاء الله. كل شيء هنا المغرب، حتى الناس اللي عندنا معاهم مشاكل كبيره بحال ايران، حتى الخارجيه الايرانيه هنأت المغرب، البرلمان التركي هنأ المغرب، مقتتل الصدر العراقي هنأ المغرب، حماس هنأت المغرب، فتح فلسطينيين اسرائيليين والبلدان الاخرين كاملين، الا واحد الشعب بوحده، ما نقدرش نقول الشعب لان الشعب بزاف ديال التهنئات جاوني الصراحه، الا واحد فئه واحده، واحد الناس وحدين، هما الكبرانات ديال كوريا الشرقيه وكذبون. ولكن انا نتحدى كذبون يقدر يهنئنا، لان مسكين لا يستطيع، مغلوب على امره، وعارف راسه هو مغلوب على امره، ما يقدرش. يقدر يهني فرنسا اللي الجماجم ديالهم عندهم واللي قتلوا لهم الشهداء ديالهم، وما يهنيش المغرب. يهني المغرب شي لصف تهنئه وحده، وانا اتحداه انه يدير تهنئه. لا غدا يتشد ليه الولد ديالو عاوتاني في قضيه ديال المخدرات والتجاره في الكوكايين، ديري ليه الدوسي ديالو حاطينه ليه تحت، قال ليه تغلط نصيفطوك. داير حتى راه مدير ديال الاذاعه دوز غير انفورماسيون في الدار، ماشي حتى هضروا عليها. بورتغال ماروك بورتغال 1-0 راه حيدوه من بلاصتو. اتحداك كذبون على الملأ انك تقدر تهني ولا تقول حتى كلمه على المغرب بالتهنئه ولا ماشي بالتهنئه. لا غد ليه ولدك يمشي للحبس، وانت تصدق انت معاهم في الحبس، ويقلبوا عليك ويديروا لك القلاب. مغلوب على امرك، سير سير سير. انا جاي سير.